بعدما انضميت إلى تجمع المعوقين في العراق وبعد العمل في مقابز باب الآغا، لقد شعرت بوجود دعم وأن حياتي قد تغيرت. الحمد لله والشكر، أدركت أنني قادر على العمل والإبداع. أنا حلقة ترجمة بين الإدارة والأشخاص الصم والزبائن. Ayat, Abu Bakr, and Fatima are part of a group of 30 employees at Bab al-Agha Bakery who are showing the positive impact of employing people with disabilities in Iraq. وصار هسه ما شاء الله أكثر من زمان يجون يتواصلون بدون ما أنا أكون موجودة. هذا الشيء كلش حلو وفخر. Fatima learned sign language from her deaf parents. As a volunteer with IADO, the Iraqi Alliance for Disabilities Organization, she helped run a workshop to encourage business owners to employ people with disabilities. أولا إحنا كنا منظمة دزت لنا دعوة من شركة مقابز باب الآغا إنه نروح لهم ضيوف. رحنا ضيوف واقترحنا لهم الفكرة والمشاكل اللي يعانوها وهاي. ففرصة شركة مقابز باب الآغا ما قصروا ووفروا لهم فرصة عمل من ضمن المقترحات اللي هم اللي اقترحوها. يعني إحنا بالبداية بصراحة جبنا 5 دخلناهم من العمل، استمروا بالعمل، شفناهم جيد جدا. جبنا 5 اضافيين صاروا 10، واستمرت الحاله لحد ما وصلنا هسه تقريبا 30 واحد، وبعدها نستمر بالتعيين مالتهم. فهذول الشباب لازم ياخذون استحقاقهم بالحياه، كفاءات طاقات عاليه جدا، وهذول الشباب لازم يلقون يعني يعيشون حياتهم الطبيعيه بالعراق هنا في البلد هذا. Iraq has laws protecting employment rights for those with disabilities, including a mandate to reserve 5% of public sector jobs and 3% of private sector jobs for people with disabilities. But those laws are not being implemented, and these quotas haven't been met. There are hundreds of thousands of unemployed Iraqis with disabilities. الورش والمؤتمرات والإيفنتات بما فيها الكرنفال اليوم العالمي لأشخاص ذوي الإعاقة وكثير من الندوات التي من شأنها أن تطالب وتنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها فرص العمل. However, there is still a long road ahead. To achieve progress, Iraqi federal authorities and Kurdish regional authorities should take concrete steps to provide job opportunities and to protect employment rights for people with disabilities. Fatima, Shams, Ayat, and the other employees at the bakery show that people with disabilities can thrive in the workplace. Other companies should follow Bab al-Agha's lead. أشكر أيضاً مخابز باب الآغا لتعاونهم حيث نمتلك الآن تواصلاً مع الموظفين والعملاء في الشركة وتواصل مع المجتمع. إن شاء الله بمساعدة الإعلام إننا نصعد وسوف نجعل الأشخاص الصم يعرفون أنهم قادرون على فعل أي شيء. شكراً جزيلاً وأحبكم جميعاً.